كوريغرافية قادمة من شمال نيودلهي. أعدنا خلالها من جديد لقاء جمع بين الأسطورتين الهنديتين كريشنا وردها، وصولا إلى عهد أنديرا غاندي الذي أخرج الاستعمار البريطاني بحكمة اللغة. الفولكلور في بلادنا يرتكز على تعابير جسدية لا تفرق الحركة الثقافية الهندية. أنا سعيدة لأنني أمارس هذه الهواية. عديد اللوحات الفنية المستوحاة من تراث ثقافي شمل الموسيقى بحركات جسمانية تحمل في طياتها أبعادا فلسفية، ضمن مسرحية امتزجت بمعزوفات ريفية رمزا لتقاليد احتوت فنونا قتالية غايتها الأسمى شد الأنفاس على مشارف الموت والكفاح من أجل الحرية. إذن مشاهدين، بهذا نصل إلى ختام النشرة. إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. أمطار طوفانية